Dans la malikom et dans Kanmaro, le cours d'action des solutions acides et basiques sur quelques métaux, c'est bien la troisième année du collège. C'est bien le cours nous allons bien les solutions acides et basiques Nous allons le de les d'un deux parties, on joue la partie où là la, de l'action des solutions acides sur les métaux, et la retenir dans le cas l'action des solutions basiques sur les métaux. اذا نبداو في الاول نشوفو لاكسيون دو لاسيد كلوريدريك اذا لاسيد كلوريدريك راه هضرنا عليه في الدرس اللي قبل قلنا بانه راه اسيد يعني هو راه حمضي فاش كنشوفو فاش كنبغيو ندرسو هاد لي كان كناخذوا المثال ديال لاسيد كلوريدريك فاش كنبغيو ندرسو لي سوليوشن بازيك غادي ناخدو المثال ديال هيدروكسيد دو صوديوم اذا في الاول غادي نشوفو لاكسيون ديال هاد لاسيد كلوريدريك سيغ لي ميتو اذن هنايا لاكسيون يعني تاثير ديال واش كاين شي تاثير ديال هاد لاسيد كلوريدريك على لي ميتو لي ميتو كوم لو فير لو زانك لالومنيوم اي لو كويفر لور لارجون ايتترا دو كلهم دي دي ميتو اذا هنايا باش نعرفوا واش كاين واحد التاثير ديال لاسيد كلوريدريك غادي نديروا هاد التجربه اللي كاملين غادي تكونو درتوها في القسم اذا نحاولوا نفهموها هنايا آه غادي ناخذوا لو فير لو زانك الالومنيوم لو كويفر كنديروهم في 4 تيوب اي اس هادو لي تيوب اي اس اي شنو كنزيدو عليهم كنزيدو عليهم لاسيد كلوريدريك وكنديرو هنايا واحد لالوميت يعني واحد آه عود الثقاب ولا غير ذلك لان بغينا حنايا لا آه فلام ها حنا غادي نشوفو علاش اذا بالنسبه لو فار فاش كنزيد عليه لاسيد كلوريدريك كنشوف بان راه كاين ديجاجمون دي بول يعني كاين هنايا واحد أه الفقاعات وبان هاد لا فلام يعني فاش كنعرض هاد لا لوميت هنايا شنو كنلاحظ واحد أه ديتوناسيون يعني واحد أه الفرقة ولا انفجار صغير يعني واحد الصوت نفس الشيء بالنسبه للزنك فاش كنزيد عليه لا الكلوريدريك كلوريدريك يعني كتكون كاز هنايا داك اه ديتوناسيو ونفس الشيء بالنسبه للالومنيوم اه يعني كيكون داك الصوت اما بالنسبه لو كويفر كنشوف بان ما كاين ما كاينش داك اه لي بول وبان هاد لا فلام ما وقع ليها يعني ما سمعتش داك اه داك الفرقه اذا شنو كنستنتج ولا شنو كنلاحظ من هنا ديسباريسيون بروغريسيف دو فير ولا لومينيوم و دو زانك يعني هاد لو فير و زانك ولا لومينيوم كيبقاو كيختفيو يعني ما كيبقاوش بحال هكا يعني لا ديغراداسيون كيبقاو بحال اللي كي كيتفتتو في هاد لاسيد كلوريدريك وكاين اذا هاد ديسباريسيون ديال لو فير ولا لومينيوم لو زانك شنو كات

كمعلومة أن كاين تما واحد ديكاجمو دان غاز أو كاين ديتوناسيون أون بريزونس دون فلام يعني داك الفرقة اللي كتوقع شنو كتعطينا كمعلومة أن هاد لو غاز هادا هو لو ديدروجين يعني هو اللي عندو هاد الميزة أن كي كيعطينا واحد لا ديتوناسيون أون بريزونس ديون فلام أو في آه... لو تيوب كاتخ اوكان شونجمون يعني ما كاين حتى تغيير في آه في لو تيوب آه كات اذا شنو كنسنج من هذا الشيء كامل كنسنج بان لاسيد كلوريدريك يعني هذا الشيء اللي خصكم دابا تعرفوا لاسيد كلوريدريك نو رياجي با افيك لو كويفر يعني ما مع لو كويفر حنا باش كنعرفوا بان هناك تفاعل اذا راه هضرنا على لا رياكسيون العام اللي فات لا رياكسيون Qui connaît des produits, des réactifs et des produits. Donc, nous avons vu que nous avons des produit qui est des il y a des changements. Nous avons vu que l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. ou la vu une réaction entre l'acide chlorhydrique et le cuivre. Par contre, l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, le zinc et l'aluminium. Il y a de l'acide chlorhydrique est. راه كيتفاعل مع الحديد ومع الزنك ومع الالومنيوم اذا شكون اللي عطاني معلومه انهم كيتفاعلوا حيت كاينين دي دي برودوي يعني كاينين دي رياكتيف و دي برودوي ديال هاد ديال هاد لا رياكسيون اذا من بعد شنو بقى دابا بقى لي نعرف شنو هي لا رياكسيون اللي كاينه بين لاسيد كلوريديك و لو فير لاسيد كلوريديك و لو زنك و اما لو يعني ما كايناش الوغ <القلأ مادة الشكية> في لو توب ان في هاد الانبوب الاول شنو عندي عندي لو فيغ و لاسيد كلوريدريك قلنا بان لاسيت كلوريدريك غياجي افيك لو فيغ اذا شنو كيعطيونا كي يعني دابا بغيت انا نعرف شنو كيوقع كي في هاد لا رياكسيون هادي اذا لاسيت كلوريدريك غياجي افيك لو فيغ اون دونو دو ديدروجين يعني كيعطيوني هاد لو ديدروجين باش عرفتي بان راه كاين هاد لو غاز هذا بهاد ديتوناسيون يعني بهاد الفرقعة اللي كتوقع لأن لو هو اللي كيعطيني هاد لا دي إي أون دو كلوغيغ دو لأن هاد لا سوليسيون هادا كيولي خضر وبالتالي حنا كنعرفو بأن هاد لا سوليسيون فاش كيولي خضر راه فيه دي زيون دو دو euh, فير إف أو دو بلوس غادي نشوفوها في الدرس الجاي إن شاء الله إذا هنايا بغينا نعرفو غي لي غياكسيون دان هنايا qui est euh, le dihydrogène ou okay, qui la solution de chlorure de fer. Yani fer. Il y a une lésion de fer. nous écrire l'équation bilan. Il l'équation, il y a la réaction Il y l'équation, nous tout simplement les réactifs et les produits. connais vous les réactifs, yani il y a les qui le le fer. Je vais l'acide chlorhydrique H, plus Cl-O-M-C-E-R. Je vais vous dire que le dégagement euh, d'un gaz H2. Plus had H2 qui est le dégagement d'un gaz. Plus had, euh, la solution de chlorure de fer, il yani Fe2, plus 2Cl-. Fash dire entre parenthèses raha une solution la solution d'acide chlorhydrique ou la solution de chlorure de fer. il hnaia la chft l'équation raha non équilibrée, غير متوازنة. Hna chfna que les équations sont équilibrées il faut dire soient أه يعني نوازن هاد المعادلة هادي هاد الاكواسيون أه شنو يعني الموازنة يعني يكون أه ميم أه نومبغ داتوم اللي هنايا هو هو اللي هنايا بالنسبة لو فار عندي هنايا ان أه. بالنسبة هنايا لو فار ان بالنسبة ليدغوجين ان أه. ولكن هنايا دو أه هنايا راه ما كنهضروش على أه لي شارج اذا لي شارج راه خاص نشوفهم في لا سوليسيون باغ اكزومبل هنايا عندي هنايا اون شارج بوزيتيف خص تكون هنايا اون شارج نيجاتيف باش الا جمعت لا شارج بوزيتيف مع نيجاتيف خص في سوليسيون يكونوا يكونوا متعادلين يعني ميم نومبر دو شارج بوزيتيف هو لو نومبر دي شارج نيجاتيف هنا عندي دو شارج بوزيتيف هنا عندي دو شارج نيجاتيف هاد دو راه كنضربها حتى هنا وبالتالي هنايا لا شارج راه ما عنديش مشكل فيهم بالنسبه هنايا الهيدروجين عندي ا ولكن الهيدروجين هنايا عندي 2 وبالتالي شنو غادي ندير غادي نضرب هنايا في 2 هنايا عندي 2 اه زاتوم دو كلور وهنايا عندي 2 اه اذا بالتالي هاد ليكواسيون دابا هنايا راه اكواسيون اكيليبري يعني كتمثل لي واحد واحد لا رياكسيون بالنسبه الى لاحظت هاد ليكواسيون كنشوف بان هاد سي

شو كنلاحظ بان هاد ليزيون ديال الكلوريور هادو كيت يعني ما كيوقع لهم حتى حاجه في هاد لا يعني آه قبل لا رياكسيون من بعد لا رياكسيون ما تبدلوش وبالتالي شنو كنقولوا بهاد آه ليزيون هادو راهم ما كيشاركوش في هذا التفاعل ولا كنقولوا دي ديزيون يعني غير متفرجه ما كتشاركش في التفاعل وبالتالي ممكن ما نكتبهاش بحال يعني بحال اللي كنكتب شي معادله في الماط عندي آه هنايا كيتعاود شي عدد ولا هذا يعني ممكن اننا اننا نحيدوه وفيزيائيا كتعني بان هاد آه لي زيون دو كلوري راه كيشاركوش في التفاعل اذا يمكن ما نكتبهمش انا في

يعني في الامتحان الا طلبوا منكم ليكواسيون عاديه نكتب هاد ليكواسيون هادي اما الا طلب منكم ليكواسيون سامبليفي يعني كنكتب غير هاد ليكواسيون بلا ما نكتب لي جون لي ما شاركوش في هاد في هاد التفاعل وبالتالي شنو كيبان لي هنايا كيبان لي بان لو شنو تحول تحول لي دو اف او دو بلس هاد لي اش بلس تحولوا ل لهاد لا موليكول اش 2 وبالتالي هذا هاد لو فيغ هذا مع من كيتفاعل يعني ما كيتفاعلش مع مع لاسيد كلوريدريك كامل ولكن كيتفاعل مع لي زيون اش بلس اللي كاينين في لاسيد كلوريدريك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكواسيون ديني الا فهمتوها مزيان راه ما غاديش يبقى عندكم مشكل في لي زيكواسيون الاخرين يعني في لو في هذا تيوب 2 و 3 حيت بحال بحال Et donc, qu'est-ce l'équation bilan. l'équation équilibrée. l'équation FE plus 2 h plus c'est-à-dire plus le gaz d'hydrogène plus had la solution de chlorure de fer, دان هاد ليكواسيون قلنا نقدو نكتبوها سامبليفي سي اف او يعني ما نكتبوش هاد سي ال موان اللي ما كتشاركش يعني ما كتغيرش كيما كانت هنا سي ال موان راه بقات سي ال موان اذا نكتب اف او بلس دو اش بلس شنو كتعطيني كتعطيني اش 2 بلس اف او دو بلس اذا هاد ليكواسيون راه كتعطيني جميع المعلومات يعني شنو كيوقع في هاد لا رياكسيون اونتر لو فير اي لاسيد Uh, كلوريدريك اذا ممكن uh, نكتبها على هاد الشكل وممكن الا طلبوا مني لاكواسيون سامبليفي نكتبها على هذا الشكل هذا اذا بالنسبه لو دو شنو كيوقع فيه اذا بالنسبه لو دو لاسيد كلوريدريك رياجي افيك لو زانك اون دونو لو دي هيدروجين اذا هنايا كيعطيونا لو دي هيدروجين اللي كيعطيني هاد لا ديتوناسيون et une solution de chlorure de zinc. On a le zinc, c'est les lésions de zinc ZN2, et on a des lésions qui font le chlorure de zinc. Donc, a chlorure de zinc. Donc, on on a l'équation de la réaction, l'équation de la réaction de, euh, de fer. Donc, on peut dire que l'atome de fer par l'atome de, de zinc est ZN2H2. Plus plus N-, ouais, yani Zn qui fait l'acide chlorhydrique, qui atteint un dégagement d'un gaz de, de dihydrogène ou la solution de chlorure de, de zinc. C'est e euh, l'équation euh, yani, euh, est l'équation simplifiée. C'est l'équation équilibrée. l'équation équilibrée. l'équation simplifiée c'est Zn plus 2H plus. Et nous a dit H2 dégagement de gaz plus Zn2 plus. Yani, had, euh, les atomes Zn qui ont ions. Et les ions H plus qui ont la molécule H2. Et nous avons dit que nous avons le tube numéro 3. Nous avons l'acide chlorhydrique مع الالومنيوم اذا غياجي افيك الالومنيوم اون دونون دو دي ديدروجين حتى هما كيعطيو هاد الديدروجين دائما راه عندي ديتوناسيون فاش كنقربو لا فلام اون سوليسيون هاد المره شنو غادي يكون سوليسيون غادي يكون كلوريو دالومنيوم دا لان يعني هاد الالومنيوم تحول يعني كاين ديغراداسيون مبقاش كيبان يعني راه تحول ديزيون ا ال 3 بلس اذا هنايا يعني Euh, euh, la solution ou à chlorure d'aluminium ou quand tu vois l en est à l'équation. Nous avons l'équation qui est la même chose. Nous l'aluminium, l'ion aluminium, euh, à aluminium est à L3, mais c'est à l fe 2 ou Zn2. donc avons dit euh, l'aluminium plus H plus Cl-, euh, c'est l'acide chlorhydrique qui est à h 2 c'est le gaz

3 كنهضر على الكلور ما كنهضرش على لي شارج دابا اذا هنايا الكلور عندي 1 آه وهنايا 3 هنا لي دروجين 2 وهنايا عندي اه هنايا 1 هنا آه وعندي هنايا 2 اذا كيفاش غادي ندير نوازن هاد المعادله ديالي يعني بالنسبه للهيدروجين آه عندي هنايا 2 اذا هنا غادي نضرب في 2 وبالتالي غادي يولي هنايا 2 هيدروجين ما عنديش فيها المشكل ولكن الكلور غيولي 2 وهنايا 3 يعني عندي غادي نضربو 3 فوا 2 اذا 6 هنايا الالومنيوم ولات عندي 2 راه هنايا قبل القوس يعني 2 غندير هنايا 2 بالنسبه لي لهاد لي دروجين ولا عندي هنايا سي هيدروجين وهنايا 2 اذا فاش غادي نضرب غادي نضرب في 3 وبالتالي هذه كتكون عندي ليكواسيون اكيليبري اذا هي هذه اللي كسبت هنايا Vous avez l'équation, vous avez 2Al plus 6H plus CN-, vous l'acide chlorhydrique, 3 molécules de H2 plus 2Al3 plus 3CN-. Vous pouvez voir que sous forme simplifiée 2Al, même si j'ai des coefficients. Plus 6H, vous avez 3. H2 plus 2 AL3. À AL3 plus. Il y l'équation équilibrée. Quand l'aide est équilibrée, il a les charges, et les atomes. et y a partie de l'action d'hydroxyde de sodium sur les métaux. L'hydroxyde de sodium, il y a la solution liwa basique. كان كنعاودو نفس التجربة اللي قبل eh, يعني كنزيدو بلا ما نزيدو لاسيد كلوريدريك هاد المرة غادي نزيدو لاسود لاسود هي ليدروكسيد دو صوديوم اللي عندها لا فورميل شيميك إن أ بلوس بلوس OH أو أش موا يعني كناخدو دي توب 4 توب اللي كنديرو فيهم لو فيغ لو كويفغ لالومينيوم لو زنك كنزيدو لا سود عليهم بربعة ولا لي دو صوديوم اذا شنو كنلاحظ بالنسبه لو فيغ ولو كويفر كنلاحظ ما كاينش واحد ديغاجمون دو غاز مي واحد لا ولا لا ديال لا ديسباريسيون دو فيغ ولا دو كويفر يعني ما كيوقع حتى حاجه بالنسبه للالومنيوم كنلاحظ بانه بدا كيختفي هذا الالومنيوم وكاين واحد ديغاجمون دان دي غاز وكاين داك ديتوناسيون يعني داك الفرقه اللي صغيره كتوقع بالنسبه لو في الاول ما كنلاحظ ما كاين والو ولكن الا سخنت هذا الميلونج هذا شنو كنلاحظ كنلاحظ عاوتاني راه كاين دجاج دان وكاين اه ديتوناسيون إذن شنو يمكن لي نستنتج من هنا بان هذا لي دو صوديوم راه كيتفاعل مع الزنك اي وما كيتفاعلش مع الكويفر اي لو فار اذا هذا الشيء في هذه الفقره اللي خاصكم تعرفوه لان هنا ما مطلوبش منكم تعرفوا لا رياكسيون تعرفوا غير مع من كيتفاعل ومع من ما كيتفاعلش اذا هنايا بكل بساطه لو فيغ اي لو كويفر نو با افيك لا يعني هادو ما كيتفاعلوش معاه وهاد لا سوت رياجي رابيدومون افيك لالومنيوم يعني هي كتفاعل بسرعه مع لالومنيوم ولكن التفاعل ديالها مع لو زانك شنو خاصو خصو شويه ديال التسخين يعني خصنا نسخنو الخليط باش نحفزو داك التفاعل اذا alors que sa réaction avec le zinc nécessite un chauffage يعني خاص واحد خاص واحد اه واحد التسخين باش كنسرعو داك التفاعل اذا هادشي اللي خصكم تعرفو وكاين وهاد لا رياكسيون اللي كتوقع ما بين لا سود ولا الالومنيوم ولا لا سود الزنك شنو كتعطينا كتعطينا آه هاد هاد من دان غاز اللي هو دي هيدروجين علاش لان كاين عندي واحد ديتوناسيون يعني واحد آه الفرقه كتعطيني دي زيون بولي اتوميك ماشي ضروري آه تكونوا عارفينه اذا هنايا لخص لكم اهم الحوايج اللي خصكم تعرفوا في هذا الدرس وتفهموهم مزيان ديال لاكسيون دي سوليسيون اسيد بازيك Sur quelques métaux. Les métaux que nous le fer, l'aluminium, le zinc et le cuivre. Nous avons fait l'hydroxyde de sodium, ou la soude. La ne réagit pas avec le fer et le cuivre. dans ce que nous bien la l'hydroxyde de, de sodium, réagit avec l'aluminium et le zinc. Et de la réaction entre, euh, entre la soude ou le zinc nécessite le chauffage. يعني كتحتاج أه كتحتاج للتسخين وبالنسبه لهاد لا رياكسيون شنو كتعطينا كتعطينا واحد ديجاجمون دو دي هيدروجين اللي كنعرفوه بداك لا ديتوناسيون ولا آه يعني داك داك آه الفرقه الصغيره اللي كتوقع يعني كنسمعوا واحد الصوت صغير ديال هاد ديال هاد الغاز هذا فاش كنقربوا ليه لا L'acide chlorhydrique, chlorhydrique réagit. ne réagit pas avec le cuivre, mais il est avec le cuivre. Il fait avec le fer, le zinc ou l'aluminium. Pour ce qui nous allons les réactions entre les métaux et l'acide chlorhydrique. Donc, chlorhydrique le fer, la réaction. اي لالومنيوم اذا هادو دي رياكسيون ايكيليبري حيت كاينين هنايا هاد لي كويفيسيون و ممكن و خصني نعرف كذلك هاد لي زيكواسيون سامبليفي يعني الا طلبوا مني ليكواسيون سامبليفي يعني خصني ما نكتبش فيها داك لي زيون اللي ما كيشاركوش في في التفاعل دابا بالنسبه لي زيكواسيون ايكيليبري هما هادو اذا هادو هما اهم الحويجات اللي خصكم تكونوا عارفين في هذا الدرس T'en doutez d'abord les des exercices.